رأس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا اللقاء الموسع لقيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي والمشايخ والوجهاء في مديريتي خولان وبني ظبيان بحضور عدد من أعضاء اللجنة العامة وقيادات المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي. في اللقاء الحاشد حيا الأمين العام قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه والوجهاء والمشايخ في مديريتي خولان وبني ظبيان، ناقلا إليهم تحيات قيادات المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني وعلى رأسهم الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام. شعار لا يتبدل ولا يتغير، فلن ترى الدنيا على أرضي وصيا، وسيبقى نبض قلبي يمنيا والجميع فداء لليمن. تأكيد عاشر من مديريات طوق صنعاء جاء اليوم على لسان وجهاء ومشايخ وقيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في مديريتي خولان وبني ظبيان بمحافظة صنعاء في اللقاء الموسع الذي رأسه الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ عارف الزوكا، الذي عبر من جانبه عن شكره لأبناء مديريتي خولان وبني ظبيان في الوقوف إلى صف الوطن والذود عنه. الأخوة الأعزاء، مشايخ وشخصيات ووجهاء وقيادات المؤتمر الشعبي العام في مديريتي خولان وبني ظبيان، أحييكم وأنقل إليكم تحيات قيادة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وعلى رأسها ابن اليمن البار المناضل الجسور الصبور الصادق الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام. فكم نحن سعداء ونحن نتنقل في محطات طوق صنعاء الأبية، كم نحن فخورون بهذه المديريات ونحن نتنقل بينها، بين رجال أشاوس، بين رجال مناضلين صامدين في ميادين الشرف والبطولة. واليوم محطتنا في خولان، خولان السبع القبل، خولان الأبية، خولان المناضلة، أحفاد السمح بن مالك الخولاني. أحفاد السمح بن مالك الخولاني الذي لا زالت معالمه اليوم في قرطبة، أحد فاتحين الأندلس. فلماذا لا يحق لنا أن نعتز بهذه المشايخ وهذه الشخصيات؟ لماذا لا يحق لنا أن نعتز بكم يا أحفاد الفاتحين؟ فهل لأولئك الذين لم يسمعوا بعد، أو الذين باعوا ضمائرهم للمال الرخيص والمدنس، نقول لهم أسمعوا أصوات أبناء اليمن الحقيقيين، أسمعوا صوت أبناء اليمن الباسلة، اليمن التي لا تبيع ولا تشتري ولا تدنس بالمال المدنس. الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام أكد أن صنعاء واليمن محصن برجاله الأوفياء الذين يشاهدون الجرائم البشعة التي ترتكب بحق أبناء الشعب اليمني من خلال مشاريع التدمير والتفرقة والفوضى. ألم تشاهدون ما جرى في محافظة تعز؟ ألم تشاهدوا ذلك السحل والقتل المغزز؟ نقول لكم ووالله سينتفض الطفل من مهده لهذه الجرائم البشعة. فأنني أدعو كل أبناء اليمن، فأنني أدعو كل أبناء اليمن، يمن 22 مايو، للتصدي وبكل بسالة لهذه الأعمال الرخيصة، لهذه الأعمال الجبانة
أتريدون شعبنا اليمني يقف معكم وهذا هو مشروعكم؟ هذا هو مشروع العدوان. مشروع المرتزقة هو السحل، هو البطش، هو التنكيل بأبناء اليمن. فهل يعقل أن يقبل أبناء اليمن بهذا العمل؟ أبدا وكلا وحاشا. نقول لهم أبدا، شعبنا اليمني سيتصدى لهذه الأعمال وهي لا تموت بصلة لقيم وأخلاق الشعب اليمني ولا تموت بصلة لدين الإسلامي الحنيف. كلمة مشايخ ووجهاء مديريتي خولان وبني ظبيان ألقاها الشيخ محمد حمود الدبا، وكلمة قيادات المؤتمر الشعبي العام في المديريتين ألقاها الشيخ ناصر العكيمي، أكد فيهما أن أبناء خولان وبني ظبيان كغيرهم من أبناء اليمن ثابتون على مبادئهم وقيمهم التي لا تتبدل، محافظين على وطنهم في حدقات العيون. إن أبناء مديريتي خولان وبني ظبيان يؤكدون لكم ولشعبنا اليمني العظيم بأنهم صامدون صمود جبالها وسهولها ووديانها لمواجهة العدوان والتآمر الخارجي، كما يعرف الجميع بمواقف مديرية خولان وبني ظبيان في الماضي والحاضر، وصمودهم وشجاعتهم على مر التاريخ للذود والدفاع عن الوطن من الغزاة والطامعون، وأنهم سيتصدون بصلابة وحزم لمن يحاول أن تطأ قدمه على الأرض، فسيكون مصيره مصير من سبقه من الغزاة على أرض اليمن. ما هذا الجمع إلا تعبيرا صادقا لمزيد من البذل والعطاء في سبيل الله والحفاظ على سيادة وحرية واستقلال الشعب اليمني العظيم. الحاضرون جميعا أن مديريات خولان الخمس قد نالها من هذا العدوان قدرا غير يسير، بالإضافة إلى الشهداء والجرحى، قتلنا النساء والأطفال، وهدمت البيوت، وقطعت مشاريع المياه والكهرباء، ودمرت المستشفيات، وقطعت الطرقات، وانعدم الدواء والغذاء بسبب هذا العدوان البربري الغاشم. ومع ذلك فإننا أبناء مديرية خولان وبني ظبيان يعلنون وقوفهم إلى جانب الجيش واللجان الشعبية، ومستعدون لرفض الجبهات بالمال والرجال. شعراء خولان وبني ظبيان عزيز الردماني وصدام دويد وصالح القصاد وصالح الدباء أكدوا أن أبناء هاتين المديريتين في صدارة المدافعين عن الوطن بالروح والمال إلى جانب جيش اليمن الباسل ولجانه الشعبية البطلة. لا أنا مع الخاين ولا دمية بيد المحتكر، ولا مع ذي يركض النعمة وجنات النعيم. أنا مع أكتوبر وسبتمبر مناضل مستمر وليذهب العدوان وذنابه إلى دار الجحيم. أنا ابن مارب وابن صنعاء والمكلا والشعر، وكل جرح في بلادي جرح في قلبي أليم. أنا قبيلي لا دعا داع الوطن ما يقتصر، والمؤتمر حزبي على نهج الصراط المستقيم. شعب اليمن شعب متماسك وبطاشي، فلا الأبتشي تجيب النصر وفي 16، ولا البوارد تفيد الضرب بقواشي، والسود والبيض والأقباط والأحباش، والشرق والغرب والطاير على الماشي جاي يطلب النصر، لا صاحي ولا حشاش. الرمز له أبعاد، له أبعاد من شاجع الحيل أبو حمد قيم بماضي وآتي، لأن العرب بالخيل ما تحمل الميل في قرطبة والأندلس ذكرياتي. مشروعك السلم ونحز يد تحدى، حطم كيانه ودك روه العصيان، ينزل غروره فتشكى حالي الردة، يعرف انك علي فارس في الميدان. لا حد بلانا بحرب الشوقنا سعدا، على الشرف والكرامة يخوص الإنسان. يا شلة الدجل والتضليل والحدة، والكذبة ذي في الجزيرة والحدث برهان، للمعركة في حلب قلتوا في الجردة، على المصاحف توفوها ذمم وإيمان. هكذا هم رجال وقيادات ومشايخ ووجهاء بني ظبيان وخولان، دائما رجال الوفاء والنخوة والشهامة، ولاؤهم لله والوطن والشعب، أبطال يرفضون الإغراءات مهما تكون، والتحديات دائما أمامهم تهون. فليس غريبا على من كان جده السمح بن مالك أن يظل في مقدمة الصفوف المدافعة عن وطنه، والرجال الشامخة كجبال بلدهم. فهذه بني ظبيان تعلنها، فداك يا صنعاء ويا عدن، من كان من خولان منبعه ما صابه ضعف ولا وهن. فيصل الشبيبي، اليمن اليوم، صنعاء.
وفي الإطار ذاته أكدت قيادات المؤتمر ومشايخ وجهاء مديريتي خولان وبني ظبيان وقوفهم صفا واحدا ضد كل من تسول له نفسه شق الصف وتمزيق اللحمة والنسيج الاجتماعي، وأكدوا أنهم سيظلون في المقدمة للدفاع عن الوطن. جمعنا هذا لتمثيل وحضور واصطفاف قدام العدو السعودي البربري الغاشم. رسالتي لمن يعوز يغزي صنعاء، صنعاء أبعد عليهم من عين الشمس، ونحن موجودين والدفاع عنها بكل أرواحنا. ابتزاز إلى الزعيم علي عبد الله صالح الصامت داخل الوطن مع شعبه ومع وطنه الذي لم يخون الوطن ولم يعني يمكث داخل الوطن لأجل الوطن ولأجل الشعب، فنحن نقول له نحن معك ونحن جنودك الأوفياء بأموالنا بدماءنا بكل ما أوتينا من قوة، والنصر بإذن الله حليفنا. مهما ضرب سلمان، مهما كانت قساوتهم والحقد الذي هم حاقدين على الزعيم، لأنه وطني شريف. يا وطن نفديك بالروح بالدم، يا بلد الأحرار وأهل العزيمة، خاب ملكم خاب يا حلف مريم، عاقبتكم والنهاية وخيمة. التحية للزعيم المخضرم، صادق النية قوي العزيمة، يا جبل عطان مقواك وأعظم في شموخك والصمود العظيمة. كل من عاداك لابد يندم والتبس ثوب الخزا والهزيمة. ردك الحاسم جل الهم والغم، عشت يا فخر اليمن يا زعيمة، يا بشير الخير والنصر تسلم، بارك الله في خطاك الحكيمة. يا صالح ابن اليمن تشهد لك أوطانها، أنت أب الذي لا أب وأب اليتيم، من أسس الوحدة وبنيانها، وأنت من أنشأ الجيش الأبي العظيم، أنت قائد سفينتها وربانها، قدتها على صراط الوالي المستقيم. أنت قائد سفينتها وربانها، قدتها على صراط الوالي المستقيم، حكمتها حكم يتماثل بسكانها بالنظامي نظامي وبالقبيل فهيم. حكمتها حكم يتماثل بسكانها بالنظامي نظامي وبالقبيل فهيم. البلاد السعيدة فنانها، عيدك عيادها، وانت الجديد القديم، يوم غنى لك البلبل على غصانها، ردد كل ما نسنس عليه النسيم. سيد قادة المعتمر يكون قريب من القاعدة، لأنهم ما يطلبوا القاعدة إلا في حال الطوارئ ولا في حال الانتخابات، يكون قريب من القاعدة قادة المعتمر. سلام لا جمع القبائل من قبل خولان، ما هبت أفواج النسيم. احنا اليمن وأهل اليمن والأرض والإنسان، واحنا معاكم يا زعيم. لقد اتينا من قبيلة خولان الابية من قمم الجبال وبطون الاودية تأييدا للزعيم علي عبد الله الصالح وتأييدا للجيش واللجان الشعبية الذين يقاتلون في سبيل رفعة هذا الوطن، والذين يحاولون ان يرفعوا راية اليمن الى اعلى القمم. ونحن من هذا المكان نقول نحن فداءك يا زعيم، نحن فداءك يا زعيم، نحن فداءك يا زعيم. ونطلب جميع الجماهير، جميع الجماهير الى الى, إلى في تحرير تعز، حيث هم بيسحبوا ويسحلوا ويقطعوا هؤلاء قاعدة، لا يمكن إلا تحرير تعز مهما كانت الحالة، ويعيش الزعيم علي عبد الله الصالح ونحن معه. نعلن قبيلة بني شداد عن نفير العام والدفاع عن وطننا الغالي، ولن نسمح لأي قوة تعادي وتمس تربة اليمن الغالي، وندين ونستنكر اعتداء إسرة آل سعود على شعب اليمن، شعب الإيمان والحكمة والحضارة.